بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الورى وشفيع الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. فالسعادة والخير في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وكذا في الدعاء. فكثير من الناس يحدثون دعاء خاصا لهم، خصوصا في هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، فيرسلون عبر واتساب وعبر وسائل تواصل هذا الدعاء خاص بهذا اليوم، وهذا الدعاء خاص بهذا اليوم، وبعض الأدعية خاصة بالوضوء، وبعض الأدعية خاصة بالصلاة، فيبتدعون في الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وبيّن لنا كيف ندعو الله عز وجل في العبادات، وحدد لنا في كثير من مواطن العبادات الدعاء، فلنحفظه. ما ينتشر بين الناس دعاء في الوضوء، فالبعض حينما يتوضأ فيغسل وجهه ويقول اللهم بيض وجهي، ويغسل يده اليمنى فيقول اللهم اجعلني من أهل اليمين، ويغسل يده اليسرى اللهم لا اجعلني من أهل الشمال. وهذا كله باطل، لا أساس له في الدين ولا في السنة، ولم يقل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا ماذا نقول في الصلاة في الوضوء. فحينما تتوضأ ماذا تقول في البداية؟ تقول بسم الله ولا غير، تقول بسم الله ولا تزيد على ذلك. حينما تأخذ الإناء لتتوضأ وتفرغ الماء على يديك فقل بسم الله. بسم الله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا بركة. وكمال الوضوء هو أن يذكر عليه اسم الله عز وجل. ولذلك كره العلماء الحديث أثناء الوضوء، حينما يتوضأ الإنسان فلا يتحدث في أمور الدنيا ولا ينشغل في أمور الدنيا، لأن الوضوء هو عبادة، هو عبادة، وهو أننا نتوضأ لنقبل على الله عز وجل، لنقبل على الصلاة وعلى العبادة. كذلك الأدعية، فلا يوجد دعاء معين ولا دعاء أثناء الوضوء، بمعنى الإنسان يغسل وجهه ولا يقول شيئا، يغسل يديه ولا يقول شيئا، يمسح رأسه ولا يقول شيئا. فالبعض يمسح الرأس ثم يرد ويوقف السبابة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقبل، هذا خطأ، لا يوجد هذا في الدين ولا في السنة. لا تقول لا أشهد أن لا إله إلا الله ولا شيء، فامسح الرأس ثم رد ولا يذكر شيء من ذلك من الدعاء. ثم تغسل رجليك وبعد ذلك تقول هذا الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وزاد بعض المحدثين وخرج هذا الحديث اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المهم هذا الحديث سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا الدعاء لما تنتهي تكمل الوضوء هذا الدعاء نحفظه. إنسان 30 عام 40 عام كيتوضى وما يحافظش هذا الدعاء، هذا مشكل مشكل. نحفظ هذا الدعاء إنه لا علاقة بالوضوء،
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من قال هذا الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء يقال له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. شوفوا الأجر، لما يقول الإنسان هذا الدعاء بعد الانتهاء من الوضوء يقال له ادخل الجنة، ادخل الجنة من أي أبواب الثمانية ديال الجنة وادخل منها. الجنة عندها أبواب الثمانية، شوفوا الفضل كبير وأجر كبير عند الله عز وجل. وهذا الذي لا يحفظ هذا الدعاء هو محروم من هذا الأجر ومن هذا الثواب ومن هذا الفضل. إذن الدعاء إذن مخصوص أثناء الوضوء أثناء الانتهاء من الوضوء، ولا تقول غير ذلك، لأنك إذا قلت شيء دعاء وهو لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنك تأثم. في بعض الحين يقول الإنسان يقول الدعاء فيها الأجر، لا ما فيهاش الأجر، فيه الإثم، لأنك تقول شيئا لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وتدعو بشيء في العبادة لم يخصصه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك فليحذر الإنسان أن يدعو في العبادة بأدعية يعني لم يقل بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في أدعية ويرسلون الرسائل، هذا دعاء يوم الخميس، وهذا دعاء يوم الجمعة، وهذا دعاء يوم السبت، وهذا دعاء يوم الحد، وهذا دعاء يوم الاثنين، وهذا دعاء يوم الثلاثاء، ودعاء الأربعاء. هذه خرافات، ما عندنا شي دعاء معين، ادعو الله في الصباح وفي المساء. أما أن تخصص يعني يوما معين في بالدعاء الخاص وهو محدث فهذا بدعة. ولذلك حتى أعداء الإسلام يعرفوا أكثر الناس أكثر المسلمين ما عندهمش واحد الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم والفهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أي دعاء يرسلونه الناس يصدقوه، حتى إذا كذبوا عليهم قال قال رسول الله كذا وكذا هو ماشي حادث يقولوا صلى الله عليه وسلم، لأن الناس ما عندهمش العلاقة. المجتمع ديالنا الإسلامي الآن ما عندهش العلاقة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد الإنسان لا يحفظ حديث واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما يوجد عنده كتاب في البيت وقد لا يوجد. فعلى الأقل المسلم يجاد له في بيته على الأقل رياض صالحين يقرأ فيه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخلو بيت، يجب لا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا وفيه كتاب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يخلو بيت من بيوت المسلمين فيها القرآن، فيه القرآن كلام الله عز وجل أنك تقرأه. فهذا ينبغي للمسلم أن يخصص الدعاء كما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعاء في الحج، كاين الناس اللي يشري بعض الكتيبيات ويبقى يدعو بها، يشد الكتاب ويقرا الادعيه ويدعي بها. الله عز وجل ما محتاج باش تدعي به بالكتاب، تشد الكتاب وتدعي به، ادعي بالدعاء اللي انت محتاج له. هذا الذي الف الكتاب فدار فيه أدعية اللي تخصه هو، إلا إذا كانت أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فأدعية النبي صلى الله عليه وسلم شاملة جامعة. أما أدعية الناس كل واحد عنده الدعاء دياله، فأدعو باللغة العربية، أدعو بالدارجة، أدعي بالشلحة، اللي بغيت هدعي الله عز وجل، قول يا ربي بأي لغة دعوت الله عز وجل أرى غادي يستجب لك إذا كنت أنت موقن بالإجابة. إذن هذه الأدعية تكون بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوفوا أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن وفقت لليلة القدر فماذا أقول، بماذا أدعو، إلى وفقني الله عز وجل ليلة القدر فماذا بماذا أدعو؟ قال لها قولي
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. إذن ما غاديش ما بغاش تدعي بالدعاء اللي خاص بها، يعني أنها تحدث شي دعاء، لأن ليلة القدر معينة فيها فضل كبير، بغات تدعي بما يأمرها بها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال قول اللهم إنك عفو كريم وتحب العفو فعن. شوفوا هذا الدعاء جامع شامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. معنى العافية، شنو هي العافية؟ احنا كنقولوا بالدارجة العافية لمن؟ ها؟ النار. تعرفوا علاش العرب كيقولوا العافية بالدارجة العافية للنار؟ هذا تفاؤل، بمعنى الواحد يقول له هاك النار ولا اشعل النار، فيها شوية تشاؤم، بمعنى فيها شوية النار النار، كيقول له العافية بمعنى عافاك الله من النار. هكذا العرب قديما، مثلا واحد بغى يسافر في الصحراء ما يقولوش راه قطع الصحاري، لا يقول قطع المفاوز. شنو هو المفاوز؟ بمعنى فاز، لا يهلك في الصحاري. فالعرب هكذا حتى في التعامل، في التعامل واحد يقول لك اعطيني السكين، واحد العادي يعطيه السكين، يعطيه له بماذا؟